فنرجع لك الترجي انه نسمع الاخبار 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 ان شاء الله يكمل. انت قلت مقرب الحمد المد تتقابلوا حتى باستمرار. اخر مره قابلته يوم امس لعبت تحب تعرف بس اخبار شو فيها توا على الترجي. استقاله حمد المد، انسحاب حمد المد، خروج رياض بنور، بن عبيه ماشي، ملاعبيه جاي، يعطيني انت الصحيح. حمد المد مواصل ولا في الترجي؟ باه حكينا على فرنسا وسويسرا كيفاش عملوا 3-3. نحكيه انه خليني انا نعطيك رأي شخصي، خاطر هو في موضوع الكرة تهز البطولة في وضع كما هكا وثلاث سنين ورا بعض. هم حتى بطولة في الترجي عادي عادي، نحكيه الجمهور ما يقبلش بطولة. اكيد 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 اكيد. والمشكلة اللي صارت ماتش الاهلي في تونس، في تونس توخر اللاعبيه ساعة، انت ترجع اللاعبيه توخرهم ساعة، يعني الكونسلتاسيون كله عزوز جمعيات. عزوز جمعيات لا 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 لا، الاخرين اللي زا موتيفي الساعة هذيك موتيفي. انا حاضر هذا نشوف فيهم شنو الفرق، يعطيهم روح، شوف شو عملوا لنا، شو الغاز، شو عملوا لنا، كونوا رجال. احنا لا، احنا داخلين اللاعبيه داخلين في اعز العطاء نتاعهم، ولو ما كانتش الساعة هذيك ناكد لك هذه قضاء الله، فهمتني؟ ويصير لو ما صارش الكاز هذاك وما صارش الساعة التأخير، متأكد ترجي ما تخسرش الماتش هذاك، مستحيل مستحيل. لأن شفتهم أنا في لوم على الأمن شوية، مش اللوم على الأمن، اللوم على التنظيم بصفة عامة، فهمتني؟ شوية فوضى. هي ترجي ترجي بخير مادام ستكتور، مادام ستكتور اللي عملها حمدي المد في مدة 14 سنة، ما ظهر ليش أنه ترجي بشيخ صعوبات. كما قلت لك الاختيار نتاع المهاجم شو اسمه خالد عبد الباسط، اختيار ستاف وعجبهم وشافوه قالوا هذا الملاعب يعجبك. الملاعب يعجبهم، ما يعجب حد الملاعب. لا لا لا، علاش ماتش الزمالك ما عجب حد؟ الكوتين خرجهم، كوتين خرجهم. ما هوش مستوى الترجي يا سيدي، اصبر. كل شيء بسبب الادابتاسيون، اصعب شيء في الكوره. مستحيل تقول لي هذا مش تاع ترجي ولا تقول لي عكاز. النوعيه نتاع اتاكون دو ريبتور فهمتني يهد. عندي جابت ماتش الاهلي الميتون 0-0 وهو يهد لك في هذا. فماش مؤشرات، قول لي اصبر، فماش مؤشرات. اي ما ثماش مؤشرات. الادابتاسيون ما عندوش ملاعبيه توصل الكوره. اللي دو جوار دو كولوار مش في عز عطاهم. اسمعني يعني هوني مش في عز عطاه، وانيس نفس الشيء. يعني الكوره ما توصلش، الكره ما توصلوش، الكره توصلوا الا الهوني ملي جدد عقده تقريبا حتى. لا الهوني ملي صابته ماتش القروان، لا الهوني ملي صابته ماتش القروان وبعد من الكومبيتيسيون الاصابه اثرت فيه. اسمعني الهوني كي تلعب في الكولوار ديما تطيح، يا تلقى شيء شتي وتلقى يجي انيس والا يجي محمد علي يخدموا معاه. اما زي تلعب في فوتبول ديريكت تحطها في الكولوار وتقول له وصلها لي، والدواء تاع الاهلي شفته فهمتني، قتلاني. اللي هو ماهوش الدواء، اللي هو ملفق اصلا ماهوش الدواء. ملفق ما شفته دائما زين بلون كاسح ما خلاش يتحرك. في تصريح ليك في اخر خبر منذ سنتين تقريبا، قلت حرفيا الشعباني مواصل في الترجي حتى 2025. صحيح شعباني تعب. احنا شعب مودي اما شعباني قام بخدمه كبيره، جاب بطولتين تشامبيونز ليج، جاب ثلاثه بطولات، لعب سوبر لونتونور. اليوم في ثلاثه سنين بلو تيتري نجح بامتياز في الترجي، وصل دومي فينال كوب دافري. احنا دائما نصغروا لونتونور، تشوفهم كلهم نجحوا صغار. احنا دائما نصغروه، والعلاقته هو يسي كومبليت، هو رئيس. اي ما سؤالي ابارامون ايامه معدوده اصبحت اليوم يسي كومبليت. المستقبل يقول لنا ما يعني يلزموا ياخذوا شويه هواء. هو زاد قلت 2025. اي اليوم 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 راك تشوف اليوم الوضع. نعرف اللي بتصير فيها كورونا وتصير فيها عافاكم عافانا الله، تصير المصايب هذه. يعني ثم اشياء كل غيرت كل المواقع التوقيعات اللي انا شكون نجم يكون البديل؟
يمكن يكون اكيد تونسي، اكيد تونسي بالوضع هذا اجنبي صعيب، اجنبي اجنبي بالعمله وبالملايين ما يجيكش اجنبي ملفق ما يجيش ما تاخذوش ترجي، والاجنبي الباهي ما قلش من 50,000 يورو وانت طالع. رئيس نادي يصرف برشا فلوس على اللاعبيه، ما مش ما تشوفش حال الوقت باش تنفيستي في المدربين، لا في مدرب معناها باهي يكون هي ستركتور كامله، فهمتني؟ ما تقوليش يصرف على الملعبية ستركتور كاملة، ستركتور كاملة هي بيان اورغانيزي، فهمتني؟ يمشي لونتونير وغدوة ما نتفاهمش معاه، وغدوة يخلق لك مشاكل، بدل لك ملعبية ويزمك تحضر له، عندك ذخيرة ملعبية ما شاء الله باش تخلي له الشواء. اليوم أنت باش تعاود العجلة، تعاود تمشيها بال يعني باللي عندك، وباش تزيد تو اضافات لازم يعمل ريكروتمون تاع 4-5 ملاعبيه. شنو هو المراكز تشوفهم ناقصين؟ المراكز يعني بديل، يحط واحد في اري دروا مع نجاز، يحط ناقص اري دروا ريجيسور، يحط الوليد البيفو هذاك ما شاء الله عليه الليفوريان طالع عنده، لا الثاني عنده مستقبل، سيدي عنده مستقبل كبير، دو جوا دو كولوار، هذوما الحاجات هذو. وين اتكا دونك في في يعني كنت تقول لي عبد الباسط باكل عليه، لا عبد الباسط ديما نتكون ديما تلوج انا تكون بيسير عبد الباسط مش باكل عليه، لازمك تصبر تعطيه يعني هو عامل عقد بشهر عام ونص، فهمتني؟ ومش غالي، اذا ما مشاش يعني مع المدرب الجديد تو نجيو للملاعبيه، خلينا نحكيو نكملوا ملف المدرب. قلت لي الاغلب تونسي، برشا اسماء من الدوله، خلينا نعطيك اهم اسماء من الدوله. نبيل معلوم مثلا نجم يكون، ما انا ما عنديش فكره، نبيل خالد ما عنديش فكره، كلهم هذول ولاد الترجي يعني، كلهم عندهم عاشوا رناوا في الترجي وعملوا نتائج ممتازه. ونبيل جاب تريبلي، فهمتني؟ الناس الكل تعرف شويه العلاقه بارده بين حمد المدب ونبي معلول، نجموا لا لا ما ثماش عاطفه في العمليه، اللي راه صالح حمد المدب اظن يعني عرفت، لا ما يدخلش باش يجيب احسن انترنور في اقرب وقت لايده. نفس الشيء ينجم يكون قدامه على الطاوله قدامه، واختيار الاختيار بعد هو والمجموعه اللي يعني ستاف كامل يختار. صديقك فوز البنزرتي ينجم يرجع، يتمنى يرجع كيقول يتمنى يرجع، حبه للترجي يختلف على الاتوال وعلى الكلوب. فوزي يتمنى يرجع للترجي؟ يمكن شو يمكن؟ صعيب هو يتمنى، هو يحب ماذا بيه قعدت له حاجه بعد الكوب دافريكا 94، يحب يزكب دافريك مع الترجي بالعكس فوزي. اما شوف المصيبه يعني دائما ماتش الاهلي هو مفترق الطرقات يعني غريب، ماتش صعيب، لا نتيجته تجي عكسيه على اي انترنور. صحيح يعني توا فوزي حب يخسر راجل قص التيران كامل، عمل غلط في الماتش هذاك نتاع الفينال. لا ما عملتش غلط، تنجم تكون نتيجة ماتش الاهلي باهية، لكن مع معين الشعباني كانت نتيجة باهية برشا. ماتش الاهلي الأولى ماتش الأول كانت نتيجة، كانت فينال كانت نتيجته باهية برشا. عمار السوايح يمكن عمار زاد من كل ما نعرفوش. شنو يمكن؟ اعطيني انت تميني كل خدمة في التراجع. اعطيني انت شكون، شنو رؤيتك؟ انا اظن احساسي اظن مش يجيب حاجة يعني تليق بالترجي، ومش من اللي عاشوا خدموا في الترجي اظن. معناها هذا الكل يمكن يجيب انسان ما لناش في الترجي و اكسبيرينس جديده اظن. اسعد جرده دونك يكون اكسبيرينس جديده، والله ما نعرف، ما عنديش فكره. لا حسب البروفيل اللي حكيته انت، ان اكسبيرينس جديده باش يعمل، اكسبيرينس جديده اكيد باش يعمل، اكسبيرينس جديده احساسي. عمره ما نانا في الترجي قبل اللي باش يجي. لا انا لا مش انا انا المقوله هذه كاني انا نعلم، يمكن واحد من اللي رانا، اما انا نستبعد كشخص محب للترجي، نستبعد انه يجيب واحد رانا في الترجي. مستبعد اظن يعني باش يجيب، هو ما يدخل باش يجيب حاجه باهيه، فهمتني؟ وتتماشى مع ملاعبية الترجي اللي موجودين واللي باش يجيو.